يعطيك العافية. اليوم عندنا برنامج اسمه 3U Tools، تمام؟ طبعا هذا البرنامج راح يريحنا كثير من شغلات احنا بنحتاجها تكون موجودة على الايفون، مثل الاغاني تكون على الموسيقى الرئيسية. ليش؟ لان كثير ناس تطلب انه بدها تعمل صور فيديو او تعمل فيديو او تدبلج فيديو وبدها تضيف اغنية معينة. طبعا الاغاني لحتى نقدر نضيفها لازم تكون على الموسيقى الرئيسية، واحنا كنا بنعرف انه لازم تكون على الموسيقى الرئيسية، تمام. طبعا في كم برنامج انه بدون لابتوب بس فاشلات جدا ومش بالشكل المطلوب اللي احنا بدنا اياه. تمام، نفتح البرنامج. تمام، انا لاني فات البرنامج. طبعا بفتح معنا البرنامج بهاللوحة. تمام، طبعا هون بعطيك معلومات جهازك، شغلات عادية. بنروح على خيار الابس، تمام، بعدين بنروح خيار الاي بلاي. طبعا لازم تنزل الاي بلاي، لانه الاي بلاي هو الوحيد اللي بيسمح لنا ننزل الاغاني من تطبيق الاي بلاي على اللابتوب. غيره راح يعطينا خيار زي هيك فيبر انه مش فعال يعني، فالاي بلاي هو اللي بيسمح لنا ننزل منه بس. تمام، نكبس عليه، بننزلهم، بنحددهم، بنحدد الاغاني اللي بدنا اياها ننزلها على اللابتوب، وبنكبس على امبورت. تمام، بنحدد على الديسكتوب. طبعا انا نازل عندي، وبنكبس اوكي. تمام، عشان نقدر نضيف على الموسيقى الرئيسية بنروح على خيار الميوزك. تمام، بنكبس على امبورت. تمام، سيلكت فايل، بنحدد الاغاني اللي نزلناها من الاي بلاي على اللابتوب. تمام، بنكبس على اوبن. انا منزلها، ما راح انزلها. تمام، طبعا الرينج تون هون في خيار انه بتقدر تعمل نغمة رنين على جهازك. تمام، يعني كثير ناس تطلب بدها تحط نغمة رنين وكذا. طبعا بتقدر تعمل نغمة رنين من الايفون نفسه عن طريق برنامج الجيتار، بس مش فاكر شو اسمه بالضبط، بس طريقة يعني صعبة جدا وبيعطيك غير 30 ثانية بس، اما هذا البرنامج بيعطيك 40 ثانية. تمام، بنحدد الاغنية اللي بدنا اياها، بنكبس على رينج تون ميكر. تمام، بنكبس على فروم ديفايس، بنحدد الاغنية اللي بدنا اياها، بعدين على سيلكت. استنى شوي. تمام، هون مثلا انا بدي المقطع يكون من طبعا لازم يكون مقطع عربي ثاني بس لحتى تشتغل معك. تمام، من 20 ثانية ل 20 ل 40 ثانية، فانت بتحدد الجزء اللي بدك اياه، تعمل ست ستارتنج، فهون بحدد لك المقطع اللي بدك اياه انت. تمام، بعدين بتكبس على رينج تون هون. نستنى شوي لحتى يخلص. تمام، نكبس على امبورت تو ديفايس، هيك ننزل الاغنية عندنا. تمام، هاي هيك صارت النغمة موجودة على الايفون. تمام، طبعا في ميزات كثير مثل الفيديو والويب تقدر تشوفهم انت وتجربهم. لو رحنا على خيار الابس اللي هون بننزل البرامج اللي بدنا اياها احنا. تمام، لانه في كثير برامج تطلب مثلا بدها واي فاي ومن هالقصص، فلا انا ما عندي واي فاي، بشبك جهازي على اللابتوب وبنزلهم من حزم اللي عندي على الجهاز يعني. تمام، بثبتها. طبعا لازم تكون شابك نت يعني من التليفون لا. طبعا الميزة اللي هنا في هذا الخيار انه احيانا في عندنا برامج بدها متجر امريكي، وانت المتجر عندك بيكون مش امريكي. طبعا في حسابات بتقدر تحول فيها متجر امريكي، في حسابات بس بدك تحولها لمتجر امريكي بيطلب منك كريدت كارد او فيزا كارد يعني. فلا، فهذا البرنامج خلاص بنبحث على بدنا اياه هون مثلا، مثلا بدي ايباد او ايفون او اشي، وعلى التطبيق اللي انا بدي اياه وبنزله وبثبته على جهازي. طبعا هون في عندنا كمان خلفيات كثير بتجنن وتقدر تستفيد منها. طبعا
الخيار هذا فيه ميزات رهيبة، مثل لو جينا على خيار الباك اب ريستور، تمام. انا بدي افرمت جهازي بس بدي اعمل باك اب، تمام. هون بتعمل باك اب كامل، هون بتسترجع الباك اب كامل. هذول الخيارات الكاستمز باك اب والكاستمز ريستور، هون بحدد شغلات انا بدي اعملها باك اب بس، مثل الصور او الموسيقى او النغمات الرنين او الاسماء. بس مثلا بدي اعمل للصور، بحدد على الصور وبعمل باك اب، ولما اجي استرجع، تمام، لما اجي استرجع، اسف، تمام، بسترجع الشغلات اللي بدي اياها انا. يعني انت لو عملت باك اب كامل مثلا، بس انت ما بدك تسترجع الباك اب كامل، بدك تسترجع شغلات معينه بس، فمن خلال هذا الخيار تسترجع الشغلات اللي بدك اياها. طبعا في ميزات كثير بتجنن، مثل تحويل صيغ الفيديو، تحويل صيغ الاوديو، اي شيء بدك اياه. طبعا هون خيار بيحذف لك الملفات اللي ما لهاش داعي بجهازك، تمام، لحتى تخف مساحة على جهازك. طبعا برنامج كثير حلو، تطبيق خيار كثير حلو. هون ديليت ايكوان، طبعا احيانا بنحذف برنامج من التليفون بس بيعلق معنا على هذا الشكل او على هذا الشكل او على هذا الشكل، مجرد ما شبكت الجهاز على البرنامج، تمام، وفتحت هذا الخيار كبس ديليت، راح يحذف لك البرامج اللي بهذا الاشعار، تمام، لكن انت بتخلص منها. طبعا هون تقدر تنزل من اصدارات الجهاز، بس يعني هاي شغلات تسيبك منها. طبعا هذا الخيار للشاشة قصته قصة، هلا بده جيلي بريك وما في جيلي بريك حاليا، فالشغلة عويصة شوي. مثلا خيار الداتا هذا، تمام، هذا الخيار انا اشتري جهاز جديد، بدي انقل محتوى جهاز على محتوى جهاز على القديم للجديد، بشبك الجهازين على اللابتوب. طبعا اكيد يعني كل لابتوب فيه مدخلين يو اس بي بتقدر تشبكه عادي، وبتكبس نكست، تمام، بنقول لك من محتوى من الجهاز القديم للجهاز الجديد، اول ديفايس لنيو ديفايس. يعني شغله سهله كثير وبدهاش يعني بدهاش مخ يعني. المهم طبعا الإضافة للبرنامج، بس تنزل البرنامج لازم تنزل برنامج لآيتونز، إذا ما نزلت برنامج آيتونز ما راح يشتغل معك الفري تولز. فهذا الآيتول الآيتونز هو اللي بيعرف لك، بيعرف جهازك على اللابتوب، طبعا عشان يتعرف على اللابتوب عشان يشتغل معك هذا البرنامج. يعني هذول لازم تنزلهم، بس الآيتونز ما تستخدمه، يعني استخدامه صعب شوي خاصة للجديد على الآيفون، يعني فصعب كثير. طبعا الايتونز هو كويس وبرنامج يعني شركة ابل الرسمي، يعني انه كل شغل لازم يكون عليه، بس حكيت لكم خاصة للجداد على ايفون انه ما يستخدموه، لانه يمكن انت تخربط الدنيا فيه، فخليك على فري تولز. انت بس نزله وسكره، ما تفتحه يعني، بس انت نزله عشان ايش؟ يتعرف الايفون على اللابتوب ويتعرف يفتح معك فري تولز. وهيك يعطيكم العافية، وأسرع أحط لكم برنامج الثري تولز، تمام، راح أحط لكم إياه بأسفل الفيديو تقدر تشوفه وتنزله عندك على اللابتوب. وتابعوني سناب، راح أحط لكم سناب، تمام، بأسفل الفيديو كمان. تابعوني سناب، بقدم برامج حلوة وشروحات حلوة، وأي حد عنده مشكلة في الآيفون، في أي سؤال، في أي شيء بدك إياه، بدك برنامج، راح أكون بخدمتكم طبعا. ويعطيكم العافية، وإن شاء الله ما أكون قصرت معكم.